أحبائنا مشاهدي قناة الأرامية، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من برنامج تساؤلات. وموضوع هذا اليوم هو الاضطهاد والرجاء. اليوم عندنا مادة راح نتحدث بها وراح نعرض سلايتات ونعرض فيديوهات ونشوف الأمور اللي هي من خلالها يضطهد المؤمن بالمسيح. نأخذ من مصادر إسلامية، من كتب ومصادر وقرآن، ونطرحها إضافة إلى ما يقوله الشيوخ حول المرتد والمرتدين والمعاناة اللي نواجهها كمسيحيين كمؤمنين بالرب يسوع المسيح، وما هو درجة المعاناة اللي احنا يعني حكمت علينا، لأن حسب الشريعة الإسلامية من يترك دينه يقتل. فدعونا بالبداية نرحب بالأخ المبارك الأخ كريم كريم الإيراني. أهلا وسهلا بك أخويا كريم. سلام ونعمة أخوي كريم لك ولا كل مشاهدين قناة الأرامية. الرب يباركك عزيزي. اليوم موضوعنا، موضوع الحلقة، هو الاضطهاد والرجاء. هذا الاضطهاد هو مو وليد اليوم، يعني ولا وليد اللحظة ولا الساعة، لكن هذا من 2000 وكذا سنة كان الاضطهاد للمسيحيين من بداية الكنيسة ولحد هذه الساعة. لكن اليوم احنا مقابل هذا الاضطهاد اكو عين تنظر الى الرجاء. الرجاء هو انه حينما تنتهي هذه الحياة يكون لنا لقاء مع رب المجد، ربنا يسوع المسيح، هناك في الأمجاد، هناك في الحياة الأبدية، هناك في المدينة التي لها الأساسات صانعها وباريها الله، تلك المدينة التي مشخصين أنظارنا إلها حينما هناك يكون الرب يسوع المسيح وملتفين حوله ونرى نرى البهجة، يعني بهجتنا أن نكون معاه، وهذا أهم شيء. عزيزي أخ كريم، إحنا اليوم عندنا عدة صور وعندنا القضية المهمة، أنه قبل البرنامج قدمنا البرنامج اللي استضافينا به الأخ حسين الخفاجي وحكى وتكلم عن اختباره وكيف الله تعامل به، وكان سبب بركة هذا الفيديو البرنامج اللي استضافينا الأخ حسين الخفاجي. ونتيجة هذا البرنامج كان أكو بركة، كان أكو ناس تعزت، فرحت أنه كثير من الناس أنه يأتون إلى الرب يسوع المسيح. لكن اللي حدث هو هذا هو المتوقع. يعني احنا يعني من سلكنا الطريق المسيح ليس هو طريق سهل، لان هو باب ضيق، يعني ليس هو باب واسع والامور كلها جيدة. لا، احنا نؤمن انه طريق الآلام الذي سار به الرب يسوع المسيح نحن نسير به أيضا. حبيبي أخ كريم، عندك كلمة في البداية تحب تتحدث بها، تفضل. شكرا لك أخوي كريم، الرب يباركك ويحميك. الإسلام لما يعني من أول بداية الإسلام، محمد منع واحد يعني يقرأ أي كتاب في أي ديانة تانية، هو اللي شرع للمسلمين من بدل دينه فاقتلوه. نعم. فاليوم الاضطهاد اللي نشوفه على العابرين ويطردون العابرين وتحصل معاهم مشاكل، هذه موجودة في الكتاب المقدس، لأن الرب يسوع المسيح قال لا تخافون من الذين يقتلون الجسد. نعم. والرب يسوع المسيح تنبأ وقال يضطهدونكم ويطردونكم ويقولون عنكم كل كلمة شريرة. فأنا اليوم كلمتي لكل العابرين، لازم نكسر هذا الخوف. نعم. الخوف الإسلامي اللي تهيمن على الدول الإسلامية. يعني الآن لما راح أقرأ لك من بعض المصادر اللي
الإسلامية، وراح أقرأ لك من أول بداية بالشيعة، لأن الأخ حسين هو يعني من دولة شيعية وهو كان شيعي سابق. نعم يعني الشيخ بي يعني أو يتكلم أو المصادر اللي تتكلم يقول له حتى إذا الإسلام غلط وأنت ولدت مسلم لازم تبقى مسلم، يعني إيش هذا الظلم؟ إيش هذا الظلم؟ يعني إذا أنت اكتشفت أن الإسلام غلط واكتشفت أن الإسلام دين عنصري ولكن لازم تبقى مسلم، وإذا بدل دينك يقتلونك، أي دين هذا وأي إله هذا؟ فأنا بقول كلمة لكل العابرين، أقول لهم تغووا وتشددوا ونطلع على القناة ونتكلم ونحكي اختباراتنا، وهذا الخوف ما بيهمنا، ما بيهمنا ولا ندير لبال، لأن الرب يسوع المسيح حي وموجود وهو يرعانا. آمين آمين. فعلا فعلا احنا نشدد على اخوتنا، واحنا نشوف، احنا يعني نلمس الشجاعه، يعني نشوفها ونحس بيها، انه شجاعه الاخوه العابرين في كل المحطات، يعني وفي كل الاماكن وفي كل التواصل الاجتماعي، الفيسبوك والميديا وكل الموجود، كل الموجود، انه دي يعلنون، دا يروحون على البالتوك يحكون عن اختباراتهم، يروحون بالفيسبوك، يعني اكو شجاعه واكو جراه، ورغم انهم يعرفون شنو النتائج، لكن ياتيك واحد شخص معين ويقول لك يعني لماذا انتم تتكلمون، يعني لماذا تتكلمون انتم، ممكن تسكت وتظل ببيتك وانت امنت بالمسيح واسكت، يعني اكو هيك افكار، اكو موجوده هيك افكار. نعم موجود. لكن الكتاب المقدس يقول آمنت فتكلمت. لماذا آمنت ولماذا تكلمت؟ الإيمان هو أنت تشعر أكو قوة في داخلك بالروح القدس، هذا هذه القوة هاي تأتيك، مو أنت يعني من خلال شجاعتك الشخصية، لا لا لا، القضية مو قضية الشجاعة الشخصية، قضية أنه أنت من تقبل المسيح وتلبس المسيح وتتسلح بكلمة الله بالكتاب المقدس، ويصير عندك سلاح، سلاح الكلمة، سلاح الروح، الله يعطيك قوة. فهذا القوة، يعني أنا عدة أشخاص عابرين يعني يقول لي أخي كريم إحنا يعني ما عاد نقدر أن نصبر أو نسكت، إحنا كنا مغيبين وقبلنا المسيح وشفنا الحياة، لأن كلمة الله حياة، كلمة الله اللي يقراها العابر ويجي كلمة الله بالكتاب المقدس يجد فيها حياة، يجد بها قوة، لأن كلمة الله حية وفعالة وأمضى من كل سيف ذو حد، قوة، يعني أكو قوة بالكلمة، أكو روح قدس أنت يسكن فيك، وهذا الروح القدس يعطيك القوة أنه تجاهر وما تهتم للمخاطر. المخاطر موجودة، يعني عدنا احنا بالكتاب المقدس عدنا قصص عن الرسل كيف انبنت الكنيسة، انبنت الكنيسة على أساس الاضطهاد، مو على أساس أنه كانوا نايمين ببيوتهم واجوا الناس وصاروا مسيحيين، لا، كانوا يقطعون مسافات، كانوا يقطعون بحور، كانوا يتألمون، كانوا يتعذبون، كانوا يضطهدون، كانوا يقتلون، وهي هاي سر قوة الإيمان المسيحي، سر قوة الإيمان، أنه هذا الإيمان انبنى على أساس التضحية. لو نقرأ في أعمال الرسل 20:24 ماذا يقول الرسول بولس؟ يقول ولكنني لا أحتسب لشيء ولا نفسي ثمينة عندي. ما يحتسب لأي شيء الرسول بولس، كان يهودي بس من أخذ نعمة المسيح صارت عنده قوة، صار عنده شجاعة. ولكنني لا أحتسب لشيء ولا نفسي ثمينة عندي حتى أتمم سعي بالخدمة التي أخذتها من الرب يسوع المسيح لأكمل نعمة بشارة المسيح الله. هذا هي هي هاي هي هاي اللي احنا، يعني الرسول بولس ايش قد تعذب، ايش قد تألم، كل الرسل. فاحنا نشجع الأخوة، شددوا شجعوا،
احنا مو نشجعهم، احنا الروح القدس هو اللي يشجع، الروح القدس هو اللي يعطي القوه والنصره والغلبه. تفضل اخي كريم اذا عندك موضوع تطرحه تفضل. اخ كريم انا بقول اذا احنا العابرين ما نطلع وما نتكلم احنا اللي نستطيع نغير، اذا ما طلعنا وما تكلمنا ما في مسلم يجي يغير ايمانه علشان عابر، ولكن العابرين بكثرتهم الان وبتكلمهم على القنوات وعلى البالتوك وعلى المواقع الاجتماعيه للتواصل، فبهذه الطريقه نقدر نغير، لازم نتقوى ونقدر نغير الامر. وانا يا ريت يعرضون صوره الاخ حسين على الشاشه علشان المشاهد يشوفها. هذا الشخص لم يعمل اي شيء، هذا الشخص امن بالمسيح، لا يفجر، لا قتل شخص، لا سرق، ما عمل اي شيء، فقط امن بالمسيح. لانه غبل المسيح، هذه الصوره امام المشاهدين يشوفونها، لانه امن بالمسيح كسروا ايده وكسروا رجله وكسروا راسه، والمشاكل جايه وكثير من العابرين يعانون من هذه الاضطهاد. لهذا السبب نحن نطلع ونتكلم ونقول رجاء خلوا قناة العرامية على الشرق الأوسط مستمرة، علشان في نفوس كثيرة محتاجة المسيح، وفي أشياء يعني لازم نفضحها ولازم نتكلم عليها، في أمور شيطانية تحصل. يعني من بدل دينه فاقتلوه، على أي أساس من بدل دينه فاقتلوه؟ ما هناك 300 ديانة، إيش اللي فهمني أن الإسلام هو الصح؟ يعني ما هو اللي يثبت أن الإسلام هو الصح؟ تساؤلات قناة العرامية من زمان طويل جدا تطرح تساؤلات، ولا شيخ تجرأ يتصل بقناة العرامية ويرد على التساؤلات. فإذا كان الدين صحيح والإسلام هو الصحيح والإسلام هو الطريق الحقيقي، ردوا على تساؤلات هؤلاء، لا تخلون الناس تترك الإسلام. إذا تركت الإسلام بعدين من بدل دينه فاقتلوه. يعني أنا عايز أقول لك إياها بس، أنك مسلم أنك عايش بسجن إسلامي، عايش داخل سجن، تخرج من السجن تقتل، داخل السجن أنت كمان عليك سيف، المسلم يعني بدل دينه فاقتلوه، يخرج من الإسلام يقتل، يعني سيفين، أنا بأنظر للإسلام سيفين مسلط داخل الإسلام، سيفين ذو الحدين، واحد منهم مسلط على المسلم إذا ترك إسلامه يقتل، والثاني مسلط على غير المسلم علشان يدخل الإسلام. يعني هل المسلم يقبل أن في ديانة ثانية مثلا عند اليهودية أو البوذية أو الهندوسية أو أي ديانة ثانية بها نص مثلا يقول من بدل دينه فاقتلوه؟ على أي أساس المسلم يعني يطلع لأوروبا ويبشرون الشيوخ وعندهم وعظات وما بعرف هذه الاجتماعات اللي يعملونها؟ فإذا كان هذا النص موجود في ديانة ثانية ماذا رد المسلم؟ يعني الديانة الوحيدة اللي تقتل الشخص اللي مقتنعها، يعني اللي يخرج من الإسلام يقتل، هو الإسلام فقط. الديانة الوحيدة الإسلامية تقتل المرتد فقط، لا توجد ديانة على وجه الأرض تقتل المرتد، كل واحد يختار، ما الله يحاسب. والآن لما نعرض يعني بعض الآيات أو بعض الأقوال من المواقع الإسلامية أو من كتب الإسلامية بلا صح، راح نشوف أن كل الأحاديث اللي موجودة والآيات القرآنية متعارضة مع بعض، هي ما تعطي حل للمسلم. إذا تعطيه حل هو يبغى مسلم، ولكن هي ما تعطي حل. آية تقول له اخرج من الإسلام أنت براحتك، وآية تقول له الثانية إذا بدلت دينك يقتلونك. طيب ما هو الحل؟ يعني آيتين متناقضتين مع بعض جنب بعض، يعني كيف نستطيع نفهمهم؟ كيف يستطيع المسلم يفهمهم؟ فأنا بشجع كل الناس أنهم لا، يعني هذا ما بيرعبنا ولا بيخوفنا، يقتلون عابر أو يضطهدون عابر. وبالمناسبة في حد يعني قبل أسبوع كمان باليمن نفس الحكاية، نفس حكاية أخونا حسين. يا ريت أخلي سلايد رقم واحد أخ كريم على الصفحة علشان نشوف هذا الكلام منين إجا كحسين يضطهدونا بهذه الطريقة. خلنا نشوف موقع مكتب سماحة المرجع الدين الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني. أوكي. موقع مكتب سماحة المرجع الديني الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني دام الظلة. هذا الكلام موجود في موقع، في هذا الموقع يعني في موقع موضوع الارتداد السيستاني. نعم. موجود في موضوع السيستاني. أنا لما أتكلم مع مسلمين كثيرين لما أقول لحد الردة يقول لي ما هي كانت حرب وكان قبل 1400 سنة، وهذا كان يحصل قبل 1400 سنة لأن كانت الشعوب ضعيفة وكان محمد في بيئة يعني صعبة جدا وهذا يحصل. ولكن الآن لما دخلت للموقع أنا انصدمت، شفت الأمر موجود في 2015. في 2015 السيد السيستاني ألف كتاب بهذا الأمر، يعني قبل سنتين، يعني من 1400 سنة المسلمين الآن ينكرون كل الأمر، يقول لك من بدل دينه فاقتلوه، كانت في حرب وكانت في زمن معين وانتهت، الآن الإسلام كفل حرية الاعتقاد. ولكن هذا لا، لم يحصل، ولا يوجد شيخ واحد يقول الإسلام كفل حرية الاعتقاد، ولا يوجد مصدر لهذا الكلام. في موقع مكتب سماحة المرجع الديني سيد علي السيستاني. نعم. في الإسلايت الثاني، أنا نقلت الكلام في الإسلايت الثاني علشان نقرأ. خلنا نشوف الإسلايت الثاني. هو ألف كتاب اسم الكتاب الارتداد والاستفتاء.
يقول من خرج عن الإسلام واختار الكفر على قسمين، قسم فطري وقسم الثاني ملي، والفطري من ولد على إسلام، يعني على ولد على ملة الإسلام، أو على أحد أبويه أو كلهما، يعني ولد على أم مسلمة أو أب مسلم أو الاثنين مسلمين، وفي اعتبار إسلامه بعد التمييز قبل الكفر وجهان، يعني يوجد أمرين، يوجد وجهان أقربهما الاعتبار وهو الفطري، وهو حكم الفطري أنه يقتل في الحال. هذا يعني السيستاني، السيستاني يقول، هذا السيستاني اللي يتبجحون بالشيعة ويقولون هو صاحب الوحدة الإسلامية، الوحدة الشعب العراقي، وهو لولا لكان الشعب العراقي تقسم وكانت مذابح، وهذا موقعه، وإحنا دا نطلع من مصدر موقعه، هو موقع مكتب السيستاني اللي هو موضوع الارتداد. خلنا نرجع للسلايد حتى نتحدث عنه. من خرج عن الإسلام واختار الكفر على قسمين فطري وملي، والفطري من ولد على إسلام أحد أبويه أو كلاهما ثم كفر، وفي اعتبار إسلامه بعد التمييز قبل الكفر وجهان أقربهما الاعتبار وحكم الفطري إنه يقتل في الحال. أنا يعني هاني أرد على السيستاني حقيقة أخ كريم لو تسمح لي. تفضل أخ كريم. يعني أولا أنا كنت ألعب طوبة قبل، ودربت فرق وكذا، ومدرب وعندي شهادة تدريبية يعني بكرة القدم. أنا أشوف من خلال ممارساتنا بكرة القدم، يعني اللعبات اللي كنا نلعبها، الفريق الضعيف اللي ما عنده لياقة، اللي ما عنده خطط، اللي ما عنده يعني مواجهة الآخر، المن يستخدم، شو يستخدم حتى يقدر يعني يتحمل الهجمات المضادة؟ فشي يسوي؟ هو ما عنده لا قوة، لا عنده تخطيط، لا يعرف شلون يدافع، ها هذا الفريق الضعيف، ها، ولا يقدر انه يواجه الفريق القوي. فشي يستخدم الكسر او ضرب الاخر او الاعتداء على الاخر. انا هنا انطي صورة على الفريق الضعيف وهو الاسلام، فريق ضعيف ما عنده غير انه يحدد لاعبينه او اللي هم تابعين له، ما عندهم قوة، ما عندهم تخطيط، يعني ماكو عقل، ها، ما عندهم يقدرون يواجهون الآخر، ولا عندهم اللياقة الروحية. احنا هسه عندنا لياقة روحية، مثلا نتحدث مع واحد ناخذ وننطي وياه، تعال شوف المسلم، بس انه الدقرة بمحمد وبالكتب وبالمصادر وبالقرآن ينفعل، ما عنده لياقة روحية، صبر، تحمل، طولة أنات. احنا يعلمنا الكتاب المقدس ان نكون عندنا صبر وطولة أنات وهذا. فاني يعني اسمح لي اخ كريم انه خليته موضوع الفريقين، فريق قوي نشط عنده خطط عنده تكتيك، وفريق ضعيف ما عنده لياقة ما عنده خطط ما عنده تكتيك فيلجأ للضرب. فهو هذا ما دا نشوفه، الإسلام لأن فريق ضعيف دا يلجأ للضرب. يعني لو أكو قوة بالإسلام وعقيدة قوية ومؤمنين بها الناس، ها، كان يواجه بالجدال الأدبي، تعال أنت عفت الدين الإسلامي، أنت براحتك، أنت عندك حرية، لازم أنت طالما أنت تركت الإسلام تعال تناقش ليش تركت الإسلام، مو أجي وأكسره وأكسر إيديه وراسه وأقتله. إحنا البارحة واحد نزل، أحد الأخوة على الفيسبوك من اليمن قاطعين راسه عابر باليمن. نعم تفضل أخ كريم تفضل.
شكرا لك اخ كريم على التعليق. هي هاي الامر يعني انت جبته في فريق كرة طوبة يعني رائع جدا، هو الفريق اللي ما عنده يعني قوة يتجه للحيل علشان يعني يطلع نفسه يعني غير فاشل، ولكن الاسلام الان انفضح بين كل العالم والناس عرفت حقيقة الاسلام. يكمل الشيخ يقول والفطر هو حكمه هو القتل في الحال، ليس فقط القتل، تصور معي، وتبين منه زوجته، يعني كمان زوجته تبين منه نعم بمجرد ارتداده، وينفسخ نكاحها بغير طلاق، يعني مش محتاجه طلاق، تحسبه ميت، يعني في الحال لما يرتد وزوجته عرفت انه مرتد ينحسب في الحال انه ميت، يعني حتى لو بعد الحكم ما تأدى عليه، او حتى يعني الحكم فيما بعد، ولكن الان هو ينحسب ميت، يعني هذا كمان ليس فقط القتل، هذا يسمونه كمان يعني رعب، كمان الاسلام يعمل رعب للمرتد، للغير المرتد، للباقي المسلمين، يعني خلوا بالكم فلان حصل معه فلان مات وزوجته راحت منه وتبهدلت امواله، فخلوا بالكم ترتدون، حتى لو الاسلام غلط، حتى لو الاسلام ليس دين من الله، انتم لازم تبقون مسلمين، يعني كل الحكايه هي هي. وتعتد بعد وفاته، يعني وتعده عده الوفاه، يعني تحسبه ميت على ما تقدم، ثم تتزوج ان شاءت، وتغسم امواله، المصيبه حتى امواله تروح، وتغسم امواله التي كانت له حين ارتداده بين ورثته، بعد اداء ديونه الملكيه، يعني الاسلام هنا عنده عدل، الديون لازم يعطيها صاحبه. ولا تنتظر موته، الزوجه مش محتاجه تنتظر موت زوجها، هو مرتد هو مات، هو خلصت، هو مرتد هو مات. ولا يفيد توبته ورجوعه الى الاسلام في سقوط الاحكام المذكوره مطلقا، يعني حتى اذا غلهم يا ساده يا ناس انا غلطت عايز ارجع للاسلام، يقول لا لا بعد ما ينفع، انت لازم تموت، تصور معي، يعني غلط، ممكن واحد غلط، يعني ممكن واحد ما غار الاسلام، فقط مولود مسلم، وغار عن ديانه ثانيه مسيحيه يهوديه اي مكان، واعتنق يعني اقتنع بالكلام، اقتنع بكلامهم وقال لهم انا مثلا اقرا كتبكم، هنا يقتل في الحال، حتى فرصة توبة ما عنده. عند الشيعة في فرصة توبة، السنة ما عندهم فرصة توبة، الشيعة يعطونا 3 أيام حوارات أو فرصة توبة يسمونها، ولكن عند الشيعة لا يوجد فرصة توبة. بولس الرسول كان يعمل مناظرات مع اليهود وكان يتكلم مع اليهود، يعمل مناظرات وأخذ وعطى وتكلم ويشرح لهم ويشرحون له، ولكن الإسلام ما في، لا أشرح لي ولا أشرح لك، من بدل دينه فاقتلوه. السلايد الثاني أخ كريم الثالث، يعني سلايد رقم 3، رقم 3 رقم 3، هذا الكلام موجود في الكلام اللي ورد في موقع السيستاني اللي غرينا من عنده، هو موجود في فروع الكافي الجزء السابع صفحة 257، كتاب الحدود باب حد المرتد، باب حد المرتد. نعم. طيب عنده يعني هذا الفروع الكافي عنده كتاب كامل لحد الردة، عنده كتاب كامل لحد الردة، من بدل دينه فاقتلوه، يشرح هنا يقول حكم المرتد هو القتل على ما أجمعت عليه الفقهاء الإمامية، وخلاف في قتله بين الشيعة والسنة، عندنا خلاف بين الشيعة والسنة، هو قتل يموت، بس الخلاف في إيش؟ الآن نشوف الخلاف فين. نعم هناك تفصيل بين حكم المرتد الفطري والملي في الاستتابة قبل القتل، يعني هناك في استتابة وفي غير استتابة، يعني في فطري وفي ملي، الفطري اللي هو ولد مسلم بالأساس، والملي اللي كان من غير ديانة وقبل الإسلام ثم خرج من الإسلام، علشان المشاهد يعرف هاي النقطة. يعني يقول فقط أجمع علمائنا على وجوب قتل المرتد الفطري بلا شرط الاستتابة، استنادا إلى النصوص المستفيضة من هذا الجانب عن أهل بيت العصمة، ففي صحيح علي بن جعفر عن أخيه الإمام موسى بن جعفر قال سألت عن مسلم تنصر، سأل محمد مسلم تنصر إيش نعمل فيه؟ قال يقتل ولا يستتاب، مسلم وأصبح مسيحي يقتل ولا يستتاب أبدا، ما في توبة. قال فسألته فنصراني أسلم ثم ارتد عن إسلامه، مسيحي صار مسلم ثم ارتد عن إسلامه، قال يستتاب، فإن تاب تاب، فإن لم يتوب يقتل، يستتاب 3 أيام، يعطونا يعني أنت دخلت الإسلام نعم ما لك خروج من الإسلام، نعم إذا خرجت نقتلك، إيش رأيك؟ لك 3 أيام تفكر. أخ كريم، أخ كريم بس نعم. عندي ملاحظة، لأن بالنص الموضوع يقول ولا خلاف، لو يرجعون للسلايد يقول ولا خلاف في قتله بين السنة، بين الشيعة والسنة، يعني ماكو خلاف انه ما انا قلت لك هو الاثنين يقتل متفقين. يقتل
اي الاثنيناتهم متفقين، ولكن الخلاف في بس استتابه الثلاث ايام بس. يس اكو بس اشكاليه بسيطه انه ذول ينطون مساحه ثلاث ايام فرصه وذول ما ينطون. هي نعم. هاي نعم. أخي. هو بالقتل يقتل يعني، هي نعم. هو بالموت يموت، هو بالموت ميت ميت، بس لا في امر الاستتابه انك تتوب فلترجع، ام ترجع الاسلام ام ما ترجع. الشيعه يقول حتى لو رجع يقتل، ما في. نشوف الشيخ يشرح لنا، لان الشيخ راح يشرح لنا بطريقه يعني هو اللي فاهمها. فيديو رقم واحد يعني اذا ممكن اخ كريم. فيديو رقم واحد يعني حقيقه مرات واحد، اولا هي المراه ترفع تقرير للسيد المسؤول الحزبي مالتها، وهي هم عندها مسؤول حزبي السيد، ترفع تقرير انه هذا رجلي، تقول له هذا كفر، فترفع تقرير ويقرر المسؤول مالته الحزبي، هو حزب هذا، ترفع تقرير وتقول له هذا قام يكفر وما يعترف بالاسلام. هاي وحده. الوحده الثانيه، على اي اساس يعني حقيقة واحد يعني يقف مذهول أمام ناس تتبع هاي الإشكاليات، هاي الغطرسة، هذا الظلم، هذا ظلم، هاي غطرسة، غطرسة فكرية، غطرسة عنصرية. يعني هذا الموضوع يعني ماكو واحد عنده عقل ويقول أني أتبع هيج ناس أو هيج دين. يعني هيج دين يسلب الشخص أمواله مجرد تغيير فكرة أو إيمانه بهذا الدين. يا أخي هذا الدين أنا وقفت عند نقاط ورفضت هذا الدين، يعني أنا شنو علاقة الأموال بأفكاري أو بعقيدتي؟ خلي يجينا واحد يناقشنا، شنو هالظلم، شنو هالظلم؟ قساءات، قصوات بالقرارات. هاي هذا قرارات قاسية، هاي إجرامية، قرارات إجرامية ليست من ذو عقل، يعني أصحاب عقل ويقررون هيك قرارات؟ مستحيل يسلبون الشخص أمواله وبعدين يقولوا له، وإذا شاف الشغلة صعب عليه أنه أنا أرجع للدين، وماكو استتابة أو ماكو غفران، لا بقى انت لازم تقتل، هذا الدين. ولك يا دين هذا، يا دين هذا، هذا دين شيطان، انتبهوا. ان احنا نحكيها يعني نحكيها وممتلئين، يعني مو محكيها وخجلانين، لا لا ممتلئين، لان انت تضع هذا الامر بين عاقل ومجنون وتنطي حكم يقول لك العاقل هذا قرار، قرارات مجنونة، قرارات إجرامية، قرارات لا تمت بالله الحقيقي بصلة أبدا. أخي كريم اسمح لي أخذ فاصل وبعدين أرجع لك حتى تكمل الموضوع. عودة أخرى أحبائنا المشاهدين، ونستكمل معكم ما بدأناه في بداية الحلقة. أخ كريم ماذا تقول في هذا الموضوع؟ تفضل. شكرا لك أخونا كريم. ماذا نقول؟ الشيخ شرحها بكل وضوح. يعني أنا بأسمع من أكثر الأحباء الشيعة يقول لك إحنا نحارب داعش، يعني ما هو نفس داعش. يعني الآن داعش ماذا يعمل؟ يقتل اللي يخرج من الدولة الإسلامية، كل من يخرج من الدولة الإسلامية مهما كان يقتل. الشيعة نفس الكلام، اللي يخرج من الشيعة يقتل. يعني عجب أن نحن نحارب ناس أفكارهم تدرس بالحوزة العلمية، أفكار داعش تدرس بالحوزة العلمية الشيعية كلها، وعب السن بالسنة والشيعة يعني مع بعض، ما في اختلاف بين هذا الأمر. يعني إحنا ندرس هذه الأمور كلها، لما يطلع حد ويصير داعش يقول لك لا هذا داعش ليس من الإسلام. ما هذا الإسلام الحقيقي، اللي يترك الإسلام يقتل في أي مكان موجود، اللي يترك الإسلام يقتل. أنا ما دافع اللي يصير مسيحي، حتى على الملحد أو الديانة الثانية. يعني لماذا هذا القتل؟ لماذا؟ يعني مش عارف كيف اقول لك يا اخ كريم. يعني هو الشيخ وضحها بطريقه يعني واضحه جدا، واحنا قرينا المصادر، والمصادر موجوده في كتب الشيعة. وحد اخر 2015 الشيخ السيستاني نزل كتاب بهذا الامر، وموجود على موقع، كل من يريد يدخل على موقع
السيستاني المغ على الرسمية يجد هذا الكتاب الكلام موجود بالنص وموضح كيف يقتل وكيف لماذا نقتله وناخذ أمواله كمان. ما داعش تاخذ الأموال الآن، داعش الآن تاخذ أموال الناس، تقتل الناس، تذبحهم لأنهم مرتدين. يعني كل هذه الأمور اللي موجودة هي كما يعني علمهم رسول الإسلام. يعني أنا بس أقول رسالة للمسلمين، إذا هذا كان دين من الله لماذا البشر يدافع عن دين الله؟ ما هو الله يقول لك لو شاء الله أن يجعل الناس كلهم مؤمنين، ما الله لم يشاء يجعلهم مؤمنين، لماذا أنت تقتلهم يا الإنسان؟ أخ كريم اسمح لي أنا أخذ اتصالات وبعدين نعاود لمواصلة عرض البحث اللي نقدمه احنا. عندنا الأخ شاكر من أمريكا، تفضل. أهلا وسهلا بك أخ شاكر. السلام عليكم أخوي. سلام ورحمة، أهلا وسهلا. سلام ونعمة حبيبي. عافيتك، شخبارك؟ والله حقيقة أنا أبحث عن الحقيقة. آمين. أي والله، وأنا متابعكم صار لي فترة. آمين يا رب. وأيضا بس أنا أريد أعرف بالنسبة لعيسى بن مريم، نبي عظيم والله اختار ليكون قائد هذه الأمة، أقصد ما أقصد الأمة العربية والأمة، لا أقصد أمة العالم كله، نعم. وهو القائد الحقيقي. يعني الله عاجلا أو آجلا لازم يرجع عيسى بن مريم على مود ينصر هاي الناس المظلومة. شنو سؤالك بس أخي أنا شاكر؟ ما أفهم، هل هو عيسى بن مريم ابن الله أو هو نبي الله؟ أنت تريد أجاوبك على المنظور الإسلامي ولا المنظور المسيحي حبيبي؟ والله أنا أهم شيء أعرف الحقيقة، هو هذا المهم. ها، تعرف الحقيقة؟ إسلامي مسيحي، أريد الحقيقة. الحقيقة أنه الإسلام بعد 600 سنة، الحقيقة بعد 600 سنة أتى الإسلام ورسول الإسلام بقصة عن واحد اسمه عيسى ابن مريم، وحتى موضوع مريم بنت عمران اللي مذكورة بالقرآن حتى ما تتوافق مع ما موجود في الكتاب المقدس. يعني نقل صورة مغايرة نبي الإسلام عن وسمى اسم عيسى وربط الموضوع بيسوع المسيح. أما نحن لنا كتاب اسم الكتاب المقدس، عهد قديم وعهد جديد. في الكتاب المقدس لن تجد واحد اسمه عيسى ابن مريم، احنا ما عندنا هذا الاسم. هذا مقتبس بالنسبة للمسلمين، اقتبسوه من الكتاب المقدس حتى يقدمون نظرية جديدة وفق عقلية نبي الإسلام، وأتى بدين ربطه أنه دين سماوي مرتبط بالأديان السابقة. لا، إحنا الكتاب المقدس واضح المعالم، الكتاب العهد القديم والعهد الجديد، وإذا تتجي وتقرأ العهد الجديد تجد أنه يسوع المسيح هو الله المتجسد. يسوع المسيح الله الذي ظهر في الجسد، يسوع المسيح الكلمة صار جسدا. شوف شو يقول بالكتاب المقدس في إنجيل يوحنا، في إنجيل يوحنا يقول في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله، به بالكلمة به صار كل شيء ومن غيره لم يكن شيئا مما كان. انتبه على هاي النقطة، الكلمة اللي هي تمثل الله هي الله ذاته، هو الله نفسه. فالله بعدين بيوحنا، نفس يوحنا 14 في العدد 14 يقول والكلمة صار جسدا، يعني الله ظهر بجسد، كون جسد عن طريق مريم العذراء المطوبة المباركة، كون جسد. الله رتب هذا الترتيب الإلهي، ما تدخل به عنصر بشري، يعني ما تدخل بموضوع ولادة المسيح، ما تدخل عنصر بشري، الله رتب الموضوع. الله ظهر الكلمة اللي تمثل الله اللي هي اللي احنا نسميها، احنا وضحنا الله، وضحناه الكتاب المقدس يوضح لك الله. انت تريد تاخذ الحقيقة، تريد تعرف الحقيقة،
تعال اقرأ الكتاب المقدس يعرفك عن الله، الله الذي خلق والله الذي خلص، خلص البشرية، والله الذي سكن بالروح القدس في دواخلنا، وكلهم إله واحد. احنا ما عندنا ثلاثة آلهة كما يدعي الإسلام، احنا ليس لنا هذا، هذا منظور غير منظورنا، هاي عقيدة غير عقيدتنا. احنا نعتقد ونؤمن بالكتاب المقدس. في العهد القديم، في العهد القديم يقول إله إسرائيل إله واحد، في العهد الجديد قال رب واحد، معمودية واحدة، إله واحد. إذن بالإيمان مالتنا احنا بس نريدك تعرف معنى انه لا تقرأ لي القرآن تجيبه على الكتاب المقدس. القرآن اجانا بتعليمات مغايرة، تعليمات بعيدة عن الكتاب المقدس. لو افترضنا احنا بالكتاب المقدس انه يسوع المسيح قدم خلاص للبشرية كلها، هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. احنا آمنا بيسوع المسيح الذي أرسل، الكلمة أرسلت إلينا بشخص المسيح، الكلمة صار جسدا وحل بيننا ورأينا مجده مجدا. إذن المسيح الكلمة ليكن فيكم، الكتاب المقدس يقول في آية أخرى يقول فليكن فيكم هذا الفكر، الله ظهر في الجسد. إذن احنا نؤمن أن الله له القدرة، ظهر في جسد السيد المسيح اللي أخذ طبيعتين، طبيعة ناسوتية وطبيعة لاهوتية، وكان أعمال أعمال الله بس بنفس الوقت حتى يأخذ شكل طبيعتنا احنا البشرية ويصير إنسان حتى يربط اللي احنا انفصلنا عن الله. فبالمسيح هو اللي ربطنا وصالحنا، صالحنا مع الله، لأن الخطيئة الأولى خطيئة آدم ظلت احنا لازم ندفع ثمنها موت، بس الله رتبنا تدبير خلاصي بيسوع المسيح، جعل إنسان كامل بلا خطيئة، إنسان المسيح إنسان كامل بلا خطيئة بلا دنس، وإله كامل بنفس الوقت، حتى يربطنا مع الله ويصالحنا مع الله. من آمن به، شو يقول؟ من آمن بي وبالذي أرسلني، الكلمة التي أرسلت، كلمة الله التي أرسلت اللي مثلت الله اللي هي الله، الكلمة مثلت الله اللي هي الله، الكلمة صار جسدا، صار جسدا وحل بيننا. إذن صار جسد وشفناه، فمثلنا هذا الجسد أمام الله وحمل خطايانا، حمل خطايانا، خطايانا لأن احنا عندنا خطيئة أولى أصلية فصلتنا عن الله، الله خلقنا من التراب وأرسل روحه إنا، لكن احنا بالخطيئة والله قدوس فانفصلنا عن الله. فالله عمل لنا تدابير عديدة وخطط عديدة إلى أن وفي ملء الزمان، بالكتاب المقدس تقرأ وفي ملء الزمان يعني الوقت المناسب، وفي ملء الزمان أرسل الله ابنه مولود من امرأة تحت الناموس لننال به التبني، يعني نصير أبناء الله، يعني إنه المسيح إجا حتى يصالحنا مع الله حتى نصير أولاد الله، يعني مو بعيدين عن الله، يخرجنا من العبودية، عبودية الخطيئة، إلى أن نكون أبناء الله. حبيبي شاكر، فهمت الفكرة؟ انطيتك إياها موجزة وبسيطة، وإن شاء الله ونتمنى ونصلي من أجلك أنه الرب يفتح بصرك وبصيرتك وعقلك وقلبك حتى تعرف من هو هذا الله الذي نحن نعبده أو نؤمن به. آمين حبيبي شاكر. انقطع الاتصال، أنا وصلت رسالتي لأخويا شاكر، ورح نصلي من أجل، رح أكتب صلاة من أجل أخ شاكر في نهاية البرنامج. أوكي، حتى لا ننسى. عندنا اتصال آخر من أم بيتر من العراق، تفضلي أختي أم بيتر. سلام المسيح أخوي كريم. أهلا وسهلا أختي العزيزة. سلام المسيح أخوي كريم الإيراني. أهلا أختي، الرب يباركك ويحميك ويبارككم ويحميكم يا ربي.
بال على شو اسمه الاخ ادوار، يعني اني كلش تألمت من شفته على صفحات الفيسبوك، يعني صراحة كلش تألمت. وعن الشيوخ، الشيوخ اللي عبالك بس قاعدين عن الناس بس يسوون اي شيء غلط حتى يقتلوه، او هم يتلذذون يعني بالقتل وبإسالة الدماء. وثانيا القرآن عبارة عن إنشاء غير مفهوم وغير مرتب من ناحية الوقت والمكان. ومن تسأل الشيوخ على شغلة بالقرآن أو آية معينة ما عندهم أي جواب، الشيخ يجاوب هذا كفر. يعني لا تسأل أكثر من هاي الأسئلة، لا تتعمق بالأسئلة. زين، هنا أنا أريد نقول للشيخ، هل الله خلق الإنسان وعنده فكر، وإن الله في هذه الحالة لقد كفر؟ لأن الإنسان إذا يريد يستعمل فكرة وكفر به، فإن الله كفر بأنه خلق هذا الفكر أو المخ، مخ البشري. زين، هنا أنا رسالتي إلى يعني المسلمين، صدقوني إخواني المسلمين، لو يعني لولا الخجل والخوف والمكاتب لكان الإسلام انمحى من على نعم، وجه الأرض، أنا أشكرك لأنه أختي، دين فاضي وفارغ. أشكرك أختي إلا من الرذيلة. احنا عندنا خطوط هواي، الرب يباركك، انا اشكرك واشكر متابعاتك لنا وللقناه. الرب يباركك اختي ام بيتر. عندنا اتصال عبر الفايبر، تفضل. الو، اهلا وسهلا حبيبي، تفضل. السلام، الرب يسوع المسيح عليك اخ كريم العراقي، وتحيه للاخ كريم الايراني. اهلا وسهلا بك. سلام ونعم اخوي الغالي. فراس وياك من العراق استاذ أهلاً كريم. اهلا اخ فراس، اهلا وسهلا حبيبي، كيف صحتك؟ نشكر رب يسوع حبيبي، الله يسلمك. طبعا تعقيبا على موضوعك بالنسبه اليوم، كلامك عن العابر ادوارد اللي حصلت الحادثه وياه بمدينه الثوره العراقيه، والاخ حسين الخفاجي، لا انا راح احب ازيدك بشيء جديد. البارحه حصل اني وياه شخصيا، وبلغت به قس بأحدى الكنائس الإنجيلية في بغداد، وأخ ثاني، وراح أبعث لك التفاصيل على الفيسبوك. آمين. البارحة أنا كنت في لقاء في أحد مكاتب أكبر مرجع بالعراق مع وكيلة ومع شخص ثاني مهم، ونعرض عليه موضوعين. موضوع الصفحة اللي أسستها على الفيسبوك مع الأخ محمد الموسى والأخ قيصر داود، والموضوع الثاني مساومة، أنه مقابل مبالغ مالية أنه تسد الصفحة وتوقف نشاطك، وإحنا حاضرين كل شيء ننطيك، شنو اللي تريد تنطيك. أنا بلغت قلت له أنا ما أحتاج هذه الأمور، لأن شوف هم ما قدروا يسوون شيء وياي لكون عائلتي معروفة من النجف، فلذلك أخذوا طريق المفاوضات، ولحد اليوم يحاولون يتصلون بي أنه يضغطون علي أو يساوموني على مبالغ مالية، وأنه أوقف نشاط الصفحة وأوقف نشاط التبشير، ورادوا يعرفون من عندي هل عندك معلومات عن عدد العابرين بالعراق ومن هذه الأمور، لكن سديت كل الطرق بوجوههم. ربي يباركك. وراح ادز لك تفاصيل على الفيسبوك الخاص مالتك، على 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 رساله على الماسنجر مالتي. تمام تمام، نعم بالضبط. وصدقني ما راح يقدرون يوقفون، لان رساله أبداً. يسوع المسيح هي اللي راح تكون بالعراق المستقبل لها، واسلام الشيطان راح ينتهي. امين امين. تحياتنا حبيبي فراس، الرب مع يباركك السلامة. واحنا نصلي من اجلك، ونصلي من اجل القوه اللي في داخلك، وبعد خلص هذا الهيكل الكبير المرعب تفلش، انكسرت الاساسات، انكسرت اساسات الاسلام. اليوم احنا هذا التكنولوجيا والعالم كسر هذه الاساسات، واليوم احنا من دا نطلع ونتحدث ونكشف الحقائق، الكثيرين شو يريدون يعرفون؟ آلاف آلاف، ويجي يوم انه هاي الآلاف لها صرخة، وصرخة كبيرة، وراح تنبني كنائس وتفرض كنائس باسم الرب يسوع المسيح. الكنائس الذي دثرت حينما دخل الإسلام إلى العراق وأصبحت إطلالات، الآن سوف تنبعث
الكنيسة وتعاد الكنيسة الأولى في العراق، ويكون كل العراق كما كان في السابق عراقا مسيحيا يسوده السلام والمحبة والغفران والتسامح، لا شيعة لا سنة، لأن ما عندهم هاي. الله راح يبني كنيسته في وسط الظلمة، وهذا ما نؤمن به وهذا ما سوف يحدث. والآن البوادر من خلال الأخ فراس أنه قاموا يبدون يغرون بالماديات، احنا ما نريد الماديات ولا محتاجين مادياتكم، هاي ماديات السحت السرقات والبوق والحرمنة احنا ما نريدها، احنا جايين بقلوب وصدور مكشوفة فاتحين صدورنا، نؤمن انه الله معنا، نؤمن الله يعيننا، نؤمن انه روح القدس في قلوبنا، نؤمن انه كلمته راح توصل، نؤمن انه العراق كله للمسيح والشرق الاوسط كله للمسيح بل العالم كله للمسيح، وستجل له كل ركبة من في السماء وفي الارض وفي الارض وعلى كل المسكونة يكون اسم المسيح موجود واحد. اسمح لي اخويا كريم اخذ يعني عندي اتصالات هواي. مريم العابرة، اخت مريم اهلا وسهلا. اخت مريم سلام المسيح اخي المبارك. سلام ونعمة اخت مريم اهلا وسهلا. اهلا اخت مريم. نشكر رب يسوع المسيح، الرب يستخدمكم اكثر واكثر وبالاخص حضرتك لان عندك برنامج وكل العابرين ويجون ويجيبون اهاليتهم باسم الرب يسوع المسيح. آمين. والعراق للمسيح والكعبة تنهدم وينبني عليها، وإذا منهدم يصير عليها العلم ينرفع الأيمين الصليب ينرفع على الحجر حجر الكعبة صنم باسم المسيح الحي. الرب يفتح عيون المسلمين ويعرفون الحق، لأن الحق مع ملك الملوك ورب الأرباب ملك السماء والأرض الرب يسوع المسيح اللي هو القوة اللي هو الصخرة هو ملك الملوك. طبعا أنا أشكر كل العابرين والرب يفتح عيون أهاليتهم ويستخدمهم أكثر وأكثر، والعراق يكون للمسيح فقط. آمين. للمسيح فقط بل الشرق الأوسط كله مو بس العراق. آمين. طبعا كل الوطن العربي والدول الإسلامية، بس العراق لأن عانى كثير هو وسوريا، العراق وسوريا عانوا من القتل والذبح أبدا ما عدوا خلاص غير المسيح، يقبلون المسيح تتغير قلوبهم ويسمحون الآخر. اشكرك أختي مريم، الرب يباركك، لأن عندي اتصالات الرب يباركك. عندنا أخ أحمد من أمريكا، أهلا وسهلا أخ أحمد. سلام عليكم. أهلا وسهلا أخي أحمد، أهلا وسهلا. كيف سلام المسيح العزيز. تفضل أخي أحمد. تحياتنا لك وللضيف العابر. أهلاً أخ أحمد تفضل. أهلاً وسهلاً أخ أحمد تفضل. الواقع أنت تدري وكل إنسان يعني قناعاته تتكون بالتلقي العلمي، يعني مو العاطفي دائماً، بالعلم. العلم الحقيقة مالته نمارسها يومياً صح لو لا؟ نعم. بعلم تجي للقناة، بعلم تدير القناة، بعلم ترجع للبيت، بعلم تختار كل ما تختاره في الحياة. نعم. يعني هاي مسألة عقلية صح لو لا؟ نعم. فاللي يريد يبحث إذا ما عنده هذه القاعدة العقلية إيش راح يصير؟ راح يصير أكو خلل في طلب العلم. الآن الله تبارك وتعالى بعظمته وقدسه وقدرته على كل شيء صار إنسان، وهذا الإنسان صار الله، ولكن انصلب بعدين اندفن، بعدين كان في رحم امرأة، فأين العظمة الإلهية؟ وين أكو دليل على هذا الإله؟ وبعدين أكو مجرمين هو يضحي عنهم، أي عقل هذا؟ يا أخي فكر. بعدين ما بينك وبين ما تعبد يا أستاذ كريم ويا أيها العابر، الإنسان اللي يمكن نفسه للأشرار أن يقتلوه يقولون هذا إنسان مو عاقل، ف
فكيف إذا أنتم تدعون إلها؟ هاي الأسئلة لكم ولكل العابرين ولكل المسيحيين. أنا أشكر وإن شاء الله نسمع منك جواب. ومع آمين. السلامة. آمين. السلام. طبعا أنت عندك أسئلة يحتاج لها وقت حتى نرد لك نقطة نقطة، لأن إحنا هسه عندنا بعد نص ساعة للبرنامج وعندنا اتصالات كثيرة، فراح أدونهن أني. وأنا يعني أخ أحمد، أنا جدا سعيد أنه تتصل أنت، وجدا سعيد إذا تريد توصل إلى الحقائق أنا جدا سعيد أكون جاهز أن أجاوبك على كل تساؤل، لأن برنامجي تساؤلات، ولأن هذا النص ساعة عندنا موضوع، وبعدين عندنا اتصالات من ألمانيا واتصالات من أمريكا وموجودة عندنا. فأنت أي شيء تسأله إحنا مستعدين نجاوبك عليه. هذا الأسئلة مالتك إحنا راح ندونها عندنا ولا يهمك، وراح يصير حوار بيننا وبينك، وأهلا وسهلا بك بأي وقت. شو ما تكون أنت ومن أي ملة ومن أي طائفة ومن أي خليقة بالعالم، أنت من أي طائفة بالعالم أو من أي دين، إحنا نحترمك ونقدرك وأهلا وسهلا بك عزيزي. عندنا اتصال من علي من إيران، تفضل أخي علي. ألو، مساء الخير أخ كريم. أهلا وسهلا أخ علي كريم الإيراني. أهلا وسهلا. أهلا علي. علي من الأحواج في إيران. نعم. أهلا يا علي. أنا عن موضوع برامجكم حول ما قدمتوه عن ارتداد الناس من الإسلام وعقوبة المرتد في الإسلام. نعم، عقوبة المرتد في الإسلام هي القتل، وهي أنا ما أدري إذا أطرح سؤال عليكم، هل تستطيعون أن تدلون على الدولة وحدة في العالم لا تعاقب من يبدل انتماءه؟ الدول المعدودة التي تسجن المرتدين عنهم، والباقية كل الدول تعدم المرتد من دولته. أما عن الأخوة العابرين، أنا عندي شك بالذين عبروا. الأخ كريم الإيراني اللي هو يقول أنا كنت مسلم واليوم أنا من العابرين، سؤال عليه. أخ كريم، حضرتك ما مقتنع بالإسلام، لكن أسألك سؤال، هل بحثت في البوذية، في الكونفوشيوسية، في البرهمائية، في الأديان الأخرى، أم مستقيما جئت مباشرة اتخذت المسيحية وقلت هذا الدين الكامل والذي ينجيني في الدنيا والآخرة؟ أردسل هذا عبورك، عبورك أنت احترام لكل العابرين، عبوركم من الإسلام للمسيحية هو عبور للفيزا وسيتي سنتر أو الانتماء للدول الغربية أم غير هذا؟ تمام. شكرا جزيلا، شكرا أخ علي. تمام. شكرا. سؤال الأخ كريم هو يرد عليه. تمام. أخ علي أهلا بك وتحياتي لك، وأنا أيضا من الأهواز. أنا في دولة إسلامية علي، لا دور على فيزا ولا شيء، هذا من الآخر أعطيك إياها. أنا في دولة إسلامية عايش، لا فيزا ولا دور فيزا ولا دور سفر. بعدين كل الدول تقتل المرتد يا علي، احنا ما نحكي عن الدول، احنا نحكي عن ديانة سماوية نزلت من الله، كيف الله يعاقب الذي ما يريدون يعبدونه؟ هنا السؤال يا علي، أنا ما بحكي على الدول ودولة الفلانية، الدول دول أرضية تنتهي وتروح، ولكن مملكة الله باغية، مملكة الله باغية، عرفت كيف؟ فمملكة الله، الله ينزل دين ديانة، واللي ما يقبل ديانة الله يقتل. طيب الله لماذا خلق هذا البشر مثلا؟ هل الله عنده علم سابق أن هذا يرتد أم ما عنده علم؟ إذا قلت ما عنده علم كارثة، وإذا قلت هو عنده علم فهذا إله عنصر يا أستاذ علي. أتمنى أنك تعرف يعني كيف تطرح السؤال هذا من جهة أنك يعني تسأل عن هذا الموضوع. هل بوذية والهندوسية والزراتشتية والآخرة؟ ديانة إيران الأصلية هي كانت زراتشتية علي، إذا أنت يعني من إيران أنت عارف أنك من الأهواز. ولكن يا أخونا علي، كل الديانات باطلة، كل الديانات باطلة، أخذها من الأخير. المسيحية ليس ديانة، المسيح ما جاء يعطي تشريع وتعاليم أنك كيف تصلي وكيف تصوم وكيف تعبد الله، لا، المسيح علاقة حية مع الله. إذا كانت عندك علاقة حية مع الله لا تحتاج للديانة، لا تحتاج أنك تقرأ هندوسية وبوذية، لأن المسيحية ليس ديانة. ونحن نقول دائما كل الديانات باطلة، لأن كل الديانات صنع بشرية، كل واحد يصنع لدينه. وبعد الإسلام جت ديانات كثيرة وانت عارفها، يعني موجودة في إيران 4-5 ديانات بعد الإسلام، مثل المهدوية والأحمدية والما بعرف، يعني عندك
على الإلهية وكثيرة كثيرة من الديانات، ولكن كل الديانات باطلة. المسيحية علاقة حية مع الله، المسيحي اليوم اللي يعرف الله يكون عنده علاقة حية مع الله، كيف يتكلم مع الله. الديانة مأخوذة من شيء دين، أنت ماخذ شيء دين لازم تعطي مكانه صلاة، ولازم تعطي مكانه صدقة، ولازم تعطي. المسيح كله ما بيحتاجه. أول ما تجي للمسيح يقول لك لا محتاج صلاتك، لا محتاج صومك، لا محتاج أي شيء منك، محتاج أنك تعرف الإله الحقيقي وتعبد الله الحقيقي من كل قلبك. صلاة المسيحي هي ارتباط مع الله، يتكلم مع الله. إذا أنا بصوم في المسيحية أصوم لأجل معين، مش أصوم شهر كامل علشان الله لا يغضب مني. الله ما بيحتاج الصلاة ولا يحتاج الصوم يا علي. فالمسيحية ليست ديانة من الأخير. شكرا أخي كريم، الرب يباركك على هذا الجواب، وإن شاء الله أنه الرب علي، أنه الرب يلمس قلب علي، لأن صار زمان هو يتصل بينا. ونشكر الرب احنا ما مهتمين بهذا الموضوع، يعني نفرح انه هو يتصل بينا. خليني اخذ نصرت من المانيا. اهلا وسهلا اخ نصرت. سلام المسيح لك اخوي الكريم، وسلام المسيح اخوي الكريم العراقي وكريم العابر ثنائي. حبيب قلبي، اهلا اخي نصرت. اول شيء ماكو ديانات سماويه غير ديانه واحده، وهي الديانه اليهوديه. تعقيب مع خلف كلام أخوي كريم الإيراني، الديانة اليهودية هي ديانة واحدة سماوية من الله نازلة، والمسيحية هي تكملة للديانة اليهودية. إذن هي علاقة مع الله، ترك الناموس والانفراد بالعلاقة المباشرة مع الله. نعم. اثنين، العابرين كلهم اللي عبروا واللي يعبرون واللي راح يعبرون واللي راح يجون بعد وراء العابرين، ماكو واحد راح يبقى بالإسلام. الإسلام الإسلام دين الشيطان. العالم ده تعرف الإسلام من خلال أفعاله. أنت من تقولي أكو حروب صليبية، أنا وياك أكو حروب صليبية، بس أنت من تجي تقرأ الكتاب المقدس ما تلقى واحد بالكتاب المقدس بالعهد الجديد ما تلقى شيء اسمه سيف، ما تلقى شيء يقول لك اقتلوهم حيث ثقفتموهم، ولا يقول لك أن الله ماكر، ولا يقول لك أن الله غير مريب والله ظالم والجحيم وكل هذا الكلام هذا الموجود بالقرآن. انت تيجي تقارنه بالكتاب المقدس، هذا غلط، هذا غلط. الكتاب المقدس كتاب هي علاقة مع الله، ورسالة الله يوصلك اياه عن طريق الكتاب المقدس. انت من تيجي تقرأ القرآن، تقرأ يا اخي كتاب مال الإجرام، اقرأ سجن مال الإجرام، من ادخل على السجن اقرا هذا اعدام، هذا كاتل ابوه، هذا كاتل اخوه، هذا السارق وكاتل عائله، هذا كله موجود بالقران. القران قاتل، القران يطلع مجرمين، القران يطلع داعش، القران يطلع حزب الله، يطلع الجيش الميلي، يطلع مدري منو، يطلع مدري منو. هذا القران ما يجيبون شيء من جيبهم، يجيبون شيء من القران. اذا القران علاقه يعني دستور فاسد، دستور شيطاني مو من الله. الله حاشا أن يكون هذا الكلام موجود بالقرآن، كلام غير منطقي. هذا شنو الله ماكر وماكر هو الله خير الماكرين؟ هذا الله خالق الكون، يمكن وياه عن البشر اللي حشرة بدي أصيراني على شنو يمكر بي يمكر وياه؟ الله خالقني، الله خلقني على صورته وعلى شبهه، الله يحبني، الله يحبني. المسيح تجسد، الله تجسد بشخص يسوع المسيح على مود يفديني ويطلعني من الخطيئة ويرجعني علاقة مع الآب. يجي مسلم يقول لي لا أنت تتبع طريقة فاسدة مثل ما يقول الشيخ الجليل. لا، المسيحية مو عقيدة فاسدة، الإسلام عقيدة فاسدة. الإسلام بحد ذاته كليته ومحمد كلهم عقيدة فاسدة. شكرا. أنا اسمح لي يعني لأن عندي اتصالات وراح حتى عندنا مواضيع بعدنا ما مكمليها، لكن أشكرك أخويا نصرت، الرب يباركك. وعندنا اتصال من شاكر رجع. أهلا وسهلا أخ شاكر، تفضل حبيبي. سمعت الكلام اللي قلت لك إياه أخ شاكر؟ سمعته؟ والله عندي سؤال بس ما جاوبتوني عليه، انتظرت هواي، انتظرت ما جاوبتوني. أوكي، اسأل سؤالك حبيبي، اسأل سؤالك. سؤالي هل الله محتاج أو غير محتاج؟ الله محتاج أو غير محتاج؟ لا، الله ما محتاج، غير محتاج، مو صحيح؟ نعم. زين عيسى ابن مريم اللي هو جيسس، هم رجعتني وانا شرحت لك حبيبي. انت تريد تجيب لي شغلات قرآنية تدخل لي اياها بإيماني؟ اخي هذا انت تريد تعرف الحقيقة، مو انا سمعتك
وانطيتك مجال تحكي وتريد تسمع الحقيقة، تعال تحدث لي بإيماني. أنت ما جبت بالقرآن عيسى ابن مريم وبالقرآن أشياء أنا لا أقبلها، ولا المنطق يقبلها، ولا العقل يقبلها بالقرآن. هسه الأخ أنا راح أجاوبه، الأخ عندنا مجال ولو يسمح لي أخ كريم راح أجاوبه، الأخ أحمد على الأسئلة اللي سألها لي أنا دونتها عندي. فأخي شاكر، حبيبي شاكر، تريد أنت تقول أنا أريد أعرف، تريد تعرف اسمع من عندنا، اقرأ الكتاب المقدس وتعال ناقشنا به، مو تجيب لي أشياء عيسى ابن مريم والقرآن وش قال محمد. كل ما جاء به محمد أنا عندي أكس عليه، مسوي عليه أكس، هذا ما أقدر أجاملك عليه حبيبي، أنا ما أقدر أجاملك، أنا عندي إيماني، تعال ناقشني بإيماني. الأخ أحمد سأل أسئلة راح نجاوب عليها. فلد إذا أنت تريد فعلا تساعي إلى تعرف الحقيقة، إحنا نساعدك، نقول لك تعال اقرأ الكتاب المقدس ونناقشك عليه. خليني أرد على أسئلة الأخ أحمد اللي بأمريكا، وبعدين أخذ اتصال من الأردن، من أحمد من الأردن واتصال فايبر. بس أرد أسأل، هو سأل عن العقل، يعني موضوع العقل، أنا أرجع السؤال نفسه، أرجعه، هل يعقل أنت في عقيدتك أنه هاي الشمس ها تغيب ببئر في عين حامئة، ها يعني في عين هاي العقل يستوعبها؟ اللي تحكي لي على العقل هاي نقطة. هل العقل أنت تقول أنا مؤمن بالإسلام وبالقرآن، محمد صعد له على مطية وراح طفر من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام، أنت العقل يستوعبها هذا الموضوع؟ أنت تستوعبها يعني من صعد له على مطي، ركب له على مطي وراح، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، قشمروك بهاي السالفة. هاي قضية قديمة، قضية هاي فد فكرة هرطقة قديمة، خزعبلات قديمة جابوا لك إياها، دخلوا لك إياها بالقرآن. هاي المنطق، هاي العقل، تحكي لي بالعقل؟ أنت تقبل هذا وما تقبل أنه الله القادر على كل شيء، القادر على كل شيء أن يظهر بالإنسان؟ ما هو عندك بالقصص، بصورة القصص الله ظهر في الحجر والشجر، لماذا لم يظهر في الإنسان؟ في آية 30 بالتحديد، سورة القصص آية 30. روح ارجع اقرأ وارجع، إذا تريد تحكيها بالعقل والمنطق احنا نجاوبك بالعقل والمنطق. احنا هذا إيماننا أنه الله، وهيئنا له جسدا، الله هيئ الجسد بتدبير إلهي، لن يدخل به النجاسة، جسد ممجد، جسد المسيح ليس جسد بشري، ما دخلت به الصنيعة البشرية، يعني مو صنيعة بشرية، يعني ما دخل به مرأة ورجل، لا، الله الروح القدس أرسل الروح وهيئ جسد، وهذا الجسد ممجد قدوس. يقول الكتاب المقدس القدوس المولود منك يدعى ابن الله، إذن قدوس، فهالله ظهر في هذا الجسد. شنو المشكلة أنه الله غير قادر؟ أنت حددت الله، من تقول الله غير قادر أو من يسوي؟ أنت حددت الله. سألت عن أنه الله يقتل، من قال لك الله قتل؟ الإنسان الذي هيئه حتى يدفع ثمن خطايانا احنا وخطيتك انت، مات وفي اليوم الثالث قام وشهدت على قيامته الكثيرين، وهذا ايماننا وهذا موجود، الاثار التاريخيه والاثار، كل الاثار تاكدت، وحتى الشهود اللي كانوا شافوه من بعد القيامه ومن التقى الى السماء كان 500 شخص يشوفونه. منو شاف محمد من صعد للسماء على المطي؟ منو شافه؟ تضحك على نفسك؟ تحكي لي بالعقل؟ روح ارجع. محمد بالليل صعد، ما في ناس تشوفه، ما حد شافه، لا بالليل. ليش ما بالنهار حتى العالم يشوفه؟ اسرى بليله، سبحان الذي اسرى بعبده ليلا، ليش بالليل؟ بخوف النار، حتى تبين نبوته، لان كذاب وابو الكذابين. على كل حال
عندنا اتصال من احمد، تفضل احمد من الاردن. مرحبا، اهلا وسهلا. السلام على من اتبع الهدى ولا شيء، ما بقول لك لا مرحبا ولا بدي اسلم عليك، اقول لك السلام على من اتبع الهدى. نحن نتبع الهدى، احنا متبعين الهدى، بس الهدى. السلام عليك، حتى لو ما متبع الهدى احنا نسلم عليك، احنا سلام أوكي. المسيح لك، سلام المسيح، مو سلامي طيب. يعني سلام المسيح لك، يلا تفضل. السلام على من اتبع الهدى. احنا متبعين الهدى، البرنامج. احنا من اتبعنا الهدى. طيب انت ما بدك، نحن من اتبعنا الهدى وانت في الضلاله. تفضل تفضل. انا لي طلب عندك، ما زالك انت بتحكي وما بتعطي مجال للناس تحكي، ممكن تنفذ طلب اذا كنت رجلا مسيحيا مؤمنا؟ اللي عندك طلب ممكن تنفذه؟ تفضل. وبتقدر عليه مشان المشاهدين يستفيدوا منه، بدل ما يجيك واحد عابر لسه ما تعلم المسيح، في الاتجاه المعاكس بين الدكتورة وباء سلطان والشيخ إبراهيم من مصر، بدي تعيدوها إذا عندك الجرأة، تقدر تعيدوا هذا اللقاء على الشاشة تعسكم، المناظرة اللي كانت بين الدكتورة وفاء والشيخ من مصر الأزهري، تقدر تعيدوا هذا اللقاء، الاتجاه المعاكس اسمه مع الدكتورة وفاء، هاي لحالها بتقنع المسلم والمسيحي شو اللي بيصير. اولا انت لا الام التريزة ولا انت المسيح ولا انت بولس، الام انا بتمنى اذا انها محطه مسيحيه بدي تطلعوا لنا ناس مؤمنين يعرفوا رساله المسيح الحقيقيه، مش يطلع واحد يقول لك انا ملحد تتباهى بالحادث يعني. ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه، لن يقبل منه، والاسلام يجب ما قبله. يا سيدي دينك غلط واليهوديه غلط، وإذا بدك الصليب يرتفع فوق مكة زي ما بتحكوا أبشرك، هاي بشارة وخلي كل الناس تسمع، الإسلام دخل البيت الأبيض، الإسلام سيدخل البيت الأبيض وسترتفع راية الإسلام في أوروبا. إذا بدك تبني كنائس في الشرق الأوسط هناك المساجد في كل أوروبا، وسيصبح الشعب الأوروبي الشعب الراقي يعتمد الإسلام. أو أحمد، أحمد أنا ما أريد أدخل بيك مع هاي المهرطقات اللي عندك، أنا ما أريد أدخل بيها هاي حقيقة، حقيقة خلي يخلص نفسه من نفسه، الإسلام الإسلام خلي يخلص نفسه من نفسه. اللي دا يذبحون بسوريا مسلمين، اللي دا يذبحون بالعراق مسلمين، اللي دا يذبحون بمصر مسلمين، خلي يخلص نفسه من نفسه وبعدين ينتشر، لأن أنتوا استغليتوا الحرية الموجودة. هاي الحرية اللي أنت تقول عليها، تعرف لو بديار إسلامية، لو أمريكا إسلامية ما خلت الإسلام ينتشر الجوامع بكل مكان، لأن عندنا إحنا عندنا روح السماحة وروح الغفران للآخرين وروح إحنا عندنا حرية. أنت مقيد، أنت بإسلامك مقيد يا أحمد، أنت بإسلامك مقيد. أنت لو هسه أني أريد، ولو هسه أنا أريد أبني فد كنيسة بالسعودية تسمح لي؟ ليش؟ لأن أنت ضعيف أنا قوي، تعال ابني جوامعك عدي وأنا أنطيك المساعدات، أنا عند أنا قوي، أنا ما يهمني أنت وما يهمني دينك وما يهمني عقيدتك، أنا قوي. افتهمت يا أحمد؟ ليش الإسلام بكل مكان موجود؟ لأن المسيحية قوية، ما تهتم، ما تخاف مثلك، ما تخاف مثل الإسلام إنه ينتشر المسيحية في العالم. إحنا عندنا اتصال من علاء، تفضل علاء من السويد، أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك، وتحياتي لكل القناة الأرامية. الرب يباركك حبيبي. وأرجوك للأخ اللي بيتكلم على هداية الله، أقول له هداية مين حبيبي؟ هداية نكاح عائشة ولا هداية زينب بنت جحش ولا هداية المحلل ولا هداية الناسخ والمنسوخ؟ رجاء 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 لازم تفكروا الأول بتقولوا إيه. انتوا عدم رجاء قراءة الأستاذ الدكتور سامي زيب، وكاتب تحليل جميل جدا للوضع للإسلام، وهو مسمي نفسه النبي سامي الزيب. رجاء لكم كلكم أيها الإخوة المسلمين أن تعوا ما تقرأوا لعلكم تفيقون، ستأتي الساعة وتعرفون على أن يمنتم.
على نكاح ام ارفة، قتل ام ارفة على قد كلها خزعبلات وهبل وهيصة وزنبليطة. ورجاء سلام المسيح لكم كلكم، المسيح هو المحرر، المسيح اللي بيغير، ولن يأتي خلاص بدون المسيح. وتحياتي كل طاقم قناة الأرامية، الحياة، الأخ رشيد، أبونا زكريا، كلكم صراحة عظماء، ويا ريت تفكرهم تتحدوا في قناة واحدة تبقى مثال للمسيحية الحقيقية. آمين. تحياتي لكل القناة، طاقم القناة، وبالذات الأستاذ الأخ محمد المساوي والأخ الكريم والأخ المتحدث. وربنا معكم. شكرا جزيلا أخ علاء، الرب يباركك. عندنا اتصال على الفايبر. ألو. ألو تفضل حبيبي. سلام المسيح أخوي كريم. سلام ونعمة حبيبي، أهلا وسهلا. معك أبو مريم. أهلا أبو مريم عزيزي. أخوي كريم، القرآن ما فرق شيء عن داعش. نعم. زين. والدليل أنه المدير الوقف الشيعي أعلنها، أعلنها، قال على المسيح يدفعون جزية أو يقتلون أو يهجرون أو كذا، هاي بالنسبة للشيعة. وبالنسبة للسنة نفس الشيء، هو تعاليم داعش هو الدين الصحيح. إذن السنة والشيعة يتفقون على القتل والتنفيذ، ماكو فرق يعني على المسلمين أنه يفكرون بعقلهم. الدين دين قتل، يعني يتبع الشياطين، هذا قرآن عبارة عن شيطان. زين، جاي يحشون ويجادلون، خلي يرجعون الأصول دينهم، هو دين قتل، دين فساد. محمد أخذ طفلة عمرها 6 سنوات وتزوجها، يقبل أحد بيهم يزوج بنت عمرها 6 سنوات؟ زين، فتحوا عقولكم، شوفوا كل ترهيب، كل قتل، جئناكم بالذبح، جئناكم بالسيف، زين، وتهجير وانتهاكات. نعم. الدين لا يقيسوا بالمسيح، المسيح دين محبة، ما ممكن أحد يعرفه إلا يبتدي إليه، إلا يمر. أسمحنا العابرين الجدد يحس إحساس ما ممكن أحد يحس به إلا يجرب. زين. يعني هاي رسالة لهم أنه آمين. أخويا أبو مريم الرب يباركك، حقيقة إحنا نتعزى ونفرح بكم، لأن حقيقة من عرفتوا الحق والحق حرركم بديتوا تنطقون وتتحدثون بالحق. عندنا اتصال من ليلى، وبعدين ننقل الكلام لأخ كريم. أخت ليلى تفضلي من ألمانيا. سلام المسيح أخ كريم. سلام المسيح أخ كريم الإيراني. يا نور العالم وملح الأرض. الله يخليك. أقول لك أخ كريم. نعم. هذا أحمد اللي من أردن، هذا شنو دا يعيش بعالم الخيال؟ هذا داعشي. داعشي محمد مالتش قال على الإسلام كما أتى غريبا سيزول غريبا. الإسلام راح ينتهي، أنت وين عايش؟ وين عايش أنت؟ وبعدين أنتوا شنو افتخاركم بهذا دينكم؟ هذا كله فساد دينكم، ها؟ ومحمدكم هذا الشرير القتال السفاح، تعاليم فاسدة، ومن أمثالك أنت داعشي درجة أولى أصلاً. نعم. والمسلمين واحد دا يقتل الثاني. هو من ورا دينكم هذا الإرهابي. المنطق اللي يتحدث به منطق الدواعش. هو أخويا كريم عندي بس شعر أقوله. 100%. أخ كريم. تفضلي تفضلي. أنت يا أحمد اللي إذا تفتخر بدينك، أوكي، أقول لك فتشم كلمة اسمعها زين. تقولون وبدون خجل على الدوام عند ذكر اسم نبيكم في الجلوس والقيام صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام، جاهلين ما أنتم قائلين بهذا الكلام ومستمرين بهذا الهراء منذ قرون وأعوام. إذا فكرتم بعقولكم وبكل إلمام يتوجب أن تعطوا لسؤالين كل اهتمام: لمن يصلي الله بما أنه في أعلى مقام، وكيف يصلي على شخص هو على غير ما يرام؟ إلهكم هذا ليس الإله الحقيقي، وإنما هو إله الظلام، أتى إلى قوم جاهل يعبدون الأصنام، تبنى له بدوي من قريش ساكني الخيام، اسمه قتم ابن عبد اللات ليكون له غلام،
لقبه محمد وجعله رسولا للإسلام التي معناها الخضوع التام والاستسلام. وبقصة الوحي خدع الناس بأكمام وحي من إلهه الشيطان معلم الآثام، أتى برسالة شيطانية مليئة من الإجرام نشرها بالسيف في بقية الأقوام، وكتابه آياته تظل الإنسان على التمام، وشريعة مرتكزة فقط على الحلال والحرام، وما زال المسلمين يتبعوه كالغشام الذين أعمل شيطان بصيرة بالعصام ليبقيكم بعيدا عن الإله الحقيقي سيد الأكرام. أشكرك أختي العزيزة أخت ليلى، الرب يباركك. نطلب أن يفتح قلوبهم رب السلام، نحن نطلب ونصلي أنه يفتح قلوبهم رب السلام. أخي كلمة أخيرة أخي كريم، اليوم أخذتنا الاتصالات أم سوري يعني أنا آسف جدا أخذتنا الاتصالات والموضوع ما كملناه، لكن إلى أنا صالح، تفضل أخي كريم. يعني ما عدنا بعد وقت أخ كريم؟ إيه عدنا إحنا بعد 5 دقائق بس. طيب 5 دقائق ممكن نقرأ سورة المجادلة، لأن بعض الناس يقول لك اللي يعني هذا حديث وممكن الحديث يكون مكذوب أو شيء، بس خلينا نقرأ سورة المجادلة بعجالة. نعم. هي في سلايت رقم 5 سورة المجادلة والآية 22 تقول: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو أخوانهم أو عشيرتهم. يعني المؤمن ويا غير المؤمن لا يجتمع لو كان أبوه وأخوه وأي شيء. في سلايت رقم 6 بالسرعة التفسير وغيل، يعني سلايت رقم 6 هو يفسر لنا، لأن تفسير ابن كثير لسورة المجادلة 22 يقول: وغير في قوله ولو كانوا آباءهم نزلت في أبي عبيدة قتل أباه، أبي عبيدة من الصحابة قتل أبوه أخذ عنده يوم بدر، وأبناءهم في الصديق أبو بكر الصديق في يوم إذن قتل عبد الرحمن، قتل ابن عبد الرحمن عبد أبو بكر، وفي مصعب قتل أخاه، وفي عمير يوم إذن وعشيرتهم، في عمر قتل قريبا له. يعني الصحابة كلهم قتلوا ناس قريبين لهم، واحد أبوه واحد أخوه، علشان ارتدوا عن الإسلام. هاي نزلت في المرتدين، هاي الآية سبب نزولها في المرتدين اللي ارتدوا عن الإسلام. وآيات كثيرة أنا عندي ولكن الوقت يعني داهمنا، فهذه من القرآن مستنبطة، يعني الأحكام كلها مستنبطة من القرآن. محمد كان يشجع أبو بكر لأنه قتل ابنه عبد الرحمن، وكان يشجع الثاني اللي قتل أخوه، وكان يشجع الصحابة لما قتلوا أخوانهم قالهم خيرا فعلت، ونزل آية قرآنية: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر من يوادون من حاد الله ورسوله. فهذه الأعمال كلها بالقرآن، يعني إذا حد يقول لك الحديث غير صحيح فهي الأعمال موجودة، الحديث صحيح عند السنة والشيعة متفقين عليه، ولكن هذه الأعمال كلها موجودة بالقرآن وفي آيات كثيرة لم نذكرها. يعني فنصلي من أجل الأحباء المسلمين يعرفون الحق والحق يحررهم. رسالتي إلى كل العابرين من مزمور 27، رسالتي إلى أحبائي العابرين: اصبروا، ابقوا على عقيدتكم الإيمانية الحقيقية، كونوا أشداء بإيمانكم. وتقول كلمة الله: الرب نوري وخلاصي ممن أخاف، الرب حصن حياتي ممن أرتعب، عندما أقترب إلى الأشرار ليأكلوا لحمي، مضايقي وأعدائي عثروا وسقطوا، إن نزل علي جيش لا يخاف قلبي، إن قامت علي حرب ففي ذلك أنا مطمئن. خليك مطمئن أخي العزيز، كل العابرين الذين يضطهدون لنا رجاء ولنا قوة تسندنا. الرب يسوع المسيح قال: لن أهملك، لن أتركك، عيني عليك. شددوا شجعوا، والمستقبل المستقبل القريب سيكون عمل الله، وتظهر قوة عمل الله في كل الأرض، لا بالقوة ولا بالقدرة بل بروحي، قالها رب الجنود. ما ليس عندنا قوة احنا بذاتنا ولا بقدراتنا، لكن بروح الله سوف تسود الأرض. نور المسيح ومحبة المسيح وسلام المسيح. حبيبي أخ كريم، أنا بالنهاية أشكرك جدا والرب يباركك،
ونصلي من أجلك ومن أجل خدمتك. والآن بدأت خدمتنا حقيقة من خلال المعاناة. احنا راح يظهر والرب راح يقوي والرب راح يسند والرب راح يطمعون للأضعفاء وينطيهم قوة حتى يكملون المسيرة الكنيسة الأولى، حتى المسيرة الكنيسة تستمر إلى النهاية. الرب يباركك أخويا، وأنا أشكرك جدا، والرب يبارك حياتك، وعلى أمل اللقاء بك الأسبوع المقبل. وبعدين إحنا يكون عندنا يجوز هذا الموضوع نتحدث به على الأسبوع المقبل حتى نكمله، لأن ما أخذنا وقتنا. أعزائي المشاهدين، إلى هنا ينتهي برنامج تساؤلات، ونصلي من أجل كل الأحباء اللي اتصلوا واللي طلبوا معرفة، فإحنا نصلي من أجلهم أنه الرب يتمجد ويدخل إلى قلوبهم ويغيرها، ويكونون في النعمة، في نعمة المسيح. أشكركم، وعلى أمل لقاء بكم الأسبوع المقبل. معكم خادم الرب أخوكم كريم. شكرا جزيلا.